سيادة النائب مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور على حضرتك ومسي على كل شعب مصر العظيم يا فندم. ايه اللي لفت نظرك في المواد بتاعه قانون العمل بشكل عام وما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص؟ تمام، انا بشكر سيادتك جدا. تعرف مشروع قانون العمل الجديد ده من المشروعات الهامه جدا الحقيقه، اللي هتنظم العمل ما بين صاحب العمل والعمال. وطبعا مشروع القانون الجديد لم يصدر بعد، يعني احنا طبعا ناقشناه في الدور الانعقاد السابق، والحقيقه تم مراجعته في الدوره الجديده بلجنه القوى العامله الجديده، وطبعا رجعنا كل المواد مره ثانيه وتمت الموافقه عليه من حيث المبدا. طبعا اللي بيحصل ان بيتعمل تقرير من لجنه القوى العامله للجلسه العامه، الجلسه العامه بيتعرض فيها القانون مره اخرى وبتم مناقشته ماده ماده، واذا كان في مقترح باضافه مواد جديده بتضاف، واذا كان في حذف بعض المواد بيتم حذفها. المهم الجلسه العامه لها الاحقيه في تعديلات او اضافه او حذف في المواد اللي تمت الموافقه عليها في لجنه القوى العامه. طبعا سيادتك بتسالني عن المواد المتعلقه بمكافاه نهايه الخدمه الخاصه بالعمال في القطاع الخاص. تمام. هو عدد من النقاط الهامه الحقيقه، يعني هنا مثلا حد لسيادتك امثله سريعه يعني عشان وقت البرنامج. طبعا يستحق العامل عن مده عمله بعد سن الستين مكافاه بواقع اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمسه الاولى من الخدمه، واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه لها، وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المده. بمعنى ايه؟ يعني انت النهارده كملت 60 سنه، واخد بالك، عايز تطلع، طالما ما فيش عقد بينك وبين صاحب العمل محدد المده، حضرتك بتتفضل خلاص انت كملت المده القانونيه، طالما اتممت المده القانونيه الخاصه بالتامينات الاجتماعيه. في بقى الحاجه للعمل ان انت تقعد بتاخد عن الخمس سنوات الاولى بعد سن الستين بتاخد نصف شهر، بعد الخمس سنوات بتاخد شهر كامل، واخد بال حضرتك. ده بالنسبه للسنوات الخمس الاولى من الخدمه، واجر بقى شهر عن كل سنه، عن كل سنه اشتغلها. ايوه طبعا، بس انطلاقا من اخر مرتب، مش كده؟ ايوه طبعا طبعا ده هنا بقى اذا لم تكن له حقوق عن هذه المده وفقا لاحكام قانون تامين الشيخوخه والاجر والوفاه المنصوص عليها في قانون التامين الاجتماعي. طيب سيادة، فيما يتعلق بسن التقاعد، ما خلاص احنا قلنا 60 سنه ده في القطاع الخاص، احنا بنقول دلوقتي بس في بعض الخاص. في بعض الحالات اللي يعني يمكن يعني يمتد فيها سن الاستفادة منها بعد سن الستين. هل في كده؟ بالظبط، هل في حالات معينة؟ طبعا، ما احنا قلنا بقى الحالات دي بالذات، يعني لو هي في حاجة للعمل ليها وطبعا موافقة صاحب العمل، بيستمر العامل بعد سن الستين، بياخد في الخمس سنين الأولى مكافأة نص شهر تمام عن كل سنة، بعد الخمس سنوات ما بتنتهي بيجدد ليه تاني اذا كان صاحب العمل محتاج له، او هو العامل طبعا بموافقته بياخد عن كل سنه بعد الخمسه الاولى بياخد شهر كامل. تمام، ده هنا بالنسبه للقطاع الخاص. طبعا هنا تستحق المكافاه عن سنوات الخدمه السابقه عن سن 18، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن. تمام؟ نعم. تحتسب بقى هنا مكافأة على أساس آخر أجر اللي سيادتك بتتكلم عليه بالزبط. كان يتقاضاها العامل أو المتدرج حسب الأحوال. هنا وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ده بالنسبه لتجديد بقى المده ما بعد سن ال 60. هنا هو نص مشروع قانون العمل الجديد ان العامل يبلغ التقاعد عند سن ال 60 كما حددته الحاله التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن ال 60 سنه. نعم. انا بشكرك يا سياده النائب، بشكرك شكرا جزيلا، والموضوع قد نعود اليه في حلقات قادمه، لان احنا زي ما قلنا انه مشروع القانون قانون العمل الجديد بينتظر مناقشات مجلس النواب وبعدين عرضه على الجلسه العامه ثم تصديق الرئيس عليه. شكرا جزيلا النائب عبد الفتاح محمد امين سر لجنه القوى العامله بمجلس النواب.